المزيد من المتابعة أيضا لعملية تصويت المصريين في الخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف القس بشوي فخري راعي كاتدرائية أنطونيوس للأقباط المصريين في أبوظبي. سيادة القس أرحب بك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني بداية، كيف تابعت الصورة في دولة الإمارات تحديدا ومشاركة المصريين في هذا الاستحقاق؟ بداية نشكر التلفزيون المصري ونشكر نشكر ربنا جدا على الأيام اللي فاتت، لأن إحنا نشكر ربنا يعني عاصرنا أو شاهدنا على مدى الثلاث أيام اللي فاتوا يعني حركة وطنية داخلية من عند الناس تلقائية، لأن إحنا كنا ممهدين قبل كده طبعا إن الاستحقاق الانتخابي على الأبواب يوم 1، 2، و3 ديسمبر. نعم. وده واجب وطني وأيضا واجب تملي علينا التزامنا وانتمائنا لبلدنا والكلمة ربنا اللي بتوصينا أيضا والوصية بتوصينا بحب الوطن والانتماء ليه، ولكن لقينا أكتر من كده بالرغم من أن كان أول يوم كان يوم جمعة وكان يوم عمل، إنما الإقبال ابتدى يتزايد مع بداية النهار ويدوبك بعد انتهاء ساعات العمل ودخولنا في الأجازة بمناسبة عيد الاتحاد في دولة الإمارات. شهدنا إقبال جميل جدا من الشباب والعائلات، وابتدى يتزايد جدا يوم السبت، لأن يوم السبت معظم الناس بتبتدي أجازتها. فنشكر ربنا، يعني كان أشبه بفرح عبر عن حنين الناس لوطنها. يمكن إحنا عشان بعاد بالجسد عن مصر، لكن قلوبنا جوه مصر، فلما بنخش السفارة المصرية الواحد بيحس يعني دايما بحنين للبلد، إنه هو كأنه داخل مصر وبيعبر عن صوته بمسؤولية وبوعي، وده شيء مهم جدا لينا بنربيه في أولادنا في التربية الكنسية وفي عظات اليومية، بنربي فيهم محبة البلد بالرغم من كل التحديات اللي بنقابلها، لكن معونة ربنا مع هذا البلد وبركته فيها ولنا ثقة في ذلك. نعم. طيب دوركم ككاتدرائية ربما على مدار الأشهر الماضية في يعني ترسيخ هذا المفهوم ما يتعلق بأهمية المشاركة، خاصة أن هناك دائما رغبة من المصريين في الخارج على التكاتف والتواجد في مثل هذه المناسبات، وأيضا متابعة ما يحدث في داخل الوطن. احنا كان طبعا احنا كجزء فاعل في المجتمع كنا دايما بنوعي ولادنا على الايام دي، وكانت كمان كانت مشاركتنا في كل اللقاءات الشعبيه اللي كانت بتتم في النوادي المصريه في ابو ظبي وجمعيه سيدات مصر وفي النادي المصري في العين، زائد اللقاءات الشعبيه اللي كانت بصراحه كان في لقاء ناجح جدا مع دكتوره سهى الجندي مؤخرا من حوالي 10 ايام كان في دبي، وكان ناجح على مستوى على كل المقاييس، وكان في ايقاظ وطني كده حلو حسينا بيه، وكان رد على تساؤلات الكثير من المصريين، وده بيساعد جدا. اللقاءات دي كمان مهمه جدا انها بتوسط اواصر التواصل ما بين مصر او القياده في او الدوله مع اولادها في الخارج، وده شيء مهم احنا بنثمنه جدا وبندعو للمزيد منه. كيف تابعت سيادة القس أيضا يعني تفاعل الأجيال الجديدة، ربما الجيل الثاني الذي لم يعش في مصر لفترة طويلة ولم يتواجد على أرضها، كيف تابعت تفاعلهم مع فكرة المشاركة في هذه الانتخابات حتى لو لم يكونوا في مصر بأجساده؟ احنا بالنسبة لنا ككنيسة وطنية احنا بنربي أولادنا حتى اللي متربيين في الجيل الثاني بعيد عن مصر، بنربي فيهم حتة الانتماء، ولينا دايما في التربية الكنسية ومدارس الأحد فقرات متعددة وطنية، وبنقول لهم تاريخ بلدنا والشخصيات المهمة اللي فيها والمعالم المهمة اللي فيها. فالولاد نشكر ربنا، يعني الله أقصد الجيل الثاني لينا والشباب الصغير ابتدى يتزرع فيه الحاجات دي، لأن احنا دايما بنعمل فقرات عمارية مصر وفيها دايما قد إيه إن احنا أصلة في الحضارة بتاعتنا ولينا تاريخ طويل، فنشكر ربنا ده بيأثر جدا. فالشباب ابتدى يحس بالمسؤولية شوية شوية، وعرفنا قبل كده ان احنا انتقلنا من مرحلة الاستفتاء الى مرحلة الانتخابات، ودي مرحلة مهمة فيها تعبير عن الصوت وبيبقى فيها اختيار،
وقدامه شويه وشويه بترتقي العمليه دي، ونشكر ربنا يعني مصر محطوطه على طريق مهم ويعني سلم مهم قوي علشان نصل الى النضج الوطني المطلوب. كيف رصدت التسهيلات التي قدمتها القنصليه او السفاره في دوله الامارات من اجل يعني انجاح العمليه الانتخابيه ونحن يعني في اليوم الثالث وربما صناديق الاقتراع على وشك الاغلاق في بعض الاماكن؟ اولا احنا بننتهز الفرصه بامانه وبدون مجامله ان احنا نشكر السفاره المصريه في الامارات على الرقي في التنظيم والابداع بصراحه يعني في كل شيء، من اول ما الناخبين بيدخلوا وعمليه الانتخاب نفسها الى الخروج، حاجه رائعه جميله حضاريه ومعبره عن صوره مصر، وده حقيقه احنا لمسناها. وقد ايه الناس لما بتتعب بتتعب بقلب ومش مجرد أداة واجب، وده حسينا بيه جدا الروح الجميله الوطنيه اللي في من كل اعضاء السفاره وكل الملحقيات منها، لمسنا فيهم الروح دي وتفاعلنا معاها جدا، واحنا بصراحه بنحب جدا الروح دي لانها بتفكرنا دايما بحب بلدنا اللي احنا دايما بنفكر فيه وهو مزروع فينا. نعم، يعني كيف عكست هذه المشاركة الوعي لدى المصريين وأيضا إلمامهم بأولويات الوطن وما تحتاجه مصر في المرحلة المقبلة من تكاتف شعبي لعبور مختلف التحديات التي نراها سواء في الداخل أو في الخارج؟ أكثر حاجة تدعم الوعي هو التعليم المستمر، هو الاستنارة المستمرة عن طريق اللقاءات مع الولاد والشباب ومع الكبار ايضا، واناره اذهانهم في اي مرحله احنا موجودين ورايحين على فين وايه التحديات اللي قدامنا وقد ايه القياده مطلوب منها من ان احنا ندعمها ونساعدها. فده شيء مهم بصراحه احنا دايما بنقوم بيه ككنيسه، يعني ككنيسه بنقوم بدورنا الوطني، ولكن احنا دايما بننمي فيهم بعد كده هم اللي يختاروا هم اللي يفكروا وده قرارهم، ولكن ان احنا الوازع الوطني ده نشكر ربنا انه مزروع فينا وان احنا بنحب بلدنا ومصر مباركه وتقال مبارك شعبي مصر. نعم، وده الوعد اللي احنا مسنودين عليه لان ربنا بيبارك شعب مصر بالرغم من كل التحديات اللي حواليها، لكن فيها شيء مهم جدا وهو بركة ربنا، سر البركة في هذه الأرض احنا بنصلي لها دايما كل يوم وبنصلي من أجل خير مصر من كل قلوبنا. نعم، بالتأكيد يعني هذا الإقبال على المشاركة عكس الكثير من المعاني ووجه الكثير من الرسائل سواء للداخل أو للخارج. بشكرك شكرا جزيلا في النهاية القس بشوي فخري راعي كاتدرائية أنطونيوس للأقباط المصريين في أبوظبي، كنت معنا عبر الهاتف.